العدد من الأطباء وتواجدهم في المؤتمر، فده شيء يدل على حجم المجهود المبذول ونجاح التنظيم، وإن شاء الله يستمر هذا التنظيم إلى نهاية المؤتمر. الحاجة المهمة جدا واللي عجباني في هذا المؤتمر هو التكامل بين جامعات الصعيد، ودي توجه جديد، توجه طيب. بالمناسبة طبعا أنا برحب بكل أعضاء التدريس والسادة الاستشاريين من جامعات ومحافظات المنيا وأسيوط وبني سويف وجنوب الوادي قنا وأسوان، وبتمنى لكم إن شاء الله إن يكون في مؤتمر، يكون مؤتمر ناجح، مؤتمر تنتقل فيه الخبرة من الأساتذة الكبار إلى الإخوة السينيور، الإخوة الجينيورز الموجودين معانا، وده هو الهدف من هذه المؤتمرات. وفي هذا الإطار برضه أنا عاوز أقول إن إحنا اتفقنا مع الدكتور عباس ومشكوراً وافق على فكرة إن إحنا برضه نعمل مؤتمر لجامعات سوهاج وقنا جنوب الوادي وأسوان ودورهم في تنمية إقليم جنوب مصر، لأن أنا مؤمن تماماً إن الجامعات يجب أن تلعب دور أكثر تأثيراً وأكثر فعالية في التنمية، وأن تخرج من الإطار التعليمي والفصلي إلى خدمة المجتمع. وطبعاً لما بنتكلم عن خدمة المجتمع مفيش أقوى من دور كليات الطب والمستشفى. كنت مستمتع بالزيارة، وما زلت كل ما أروح المستشفى بستمتع بزيارة المستشفى، وده سببه الأساسي إن أنا بحس بحجم الرضا والامتنان من المرضى لما يقدم داخل المستشفى. وهذه المهنة الإنسانية بتقودنا جميعا إلى أن نبذل كل ما يمكن من أجل تطوير هذه المنظومة وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالينا في الصعيد. الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور صلاح رشدي سكرتير عام المؤتمر، بشكرك على كلمتك الدقيقة وعلى شعرك الجميل. والحقيقة كل مرة أحضر مؤتمر لكلية الطب، يمكن ده المؤتمر رقم 5 أو 6 من ساعة ما تعينت رئيس جامعة، وفي كل مؤتمر بكتشف إن في مواهب لدى الأطباء بخلاف الطب، في حاجات كده تطلع بالشعر والنثر والقصيدة.